مرحبا، جولة نهاية الأسبوع صارت جاهزة بحلقة اليوم من لوجين لنتعرف على آخر الأخبار يلي صارت على السوشيال ميديا وأيضاً يلي نالت نصيبة من التداول مؤخراً. العناوين سريعاً مثل العادة، والانطلاقة من مصر وجدل وغضب كبير بسبب قرار إزالة مقبرة القارئ الشهير محمد رفعت، وعلى طوكيو حنروح ونحكي عن حادثة أشبه بأفلام هوليوود أو يمكن الأفلام الهندية. أما الختام فمع عالم الأبليكيشنز، ولكن هالمرة واتساب عم يتعرض للهجوم. لهيك خلونا نبدأ فوراً أول خبر وأول لوجين على فيسبوك. اتصدرت موجة غضب واستنكار واسع على المنصات الرقمية المختلفة بمصر من بعد إصدار قرار بإزالة مقبرة القارئ المصري الشهير محمد رفعت لمصلحة إنشاء محور مروري. أما بالتفاصيل، فتلقت أسرة الشيخ خطاب أو أخطار من محافظة القاهرة بشأن قرار إزالة المقبرة لإنشاء محور مروري، وهالشي حسب الأخبار المتداولة. المهتمين بالآثار والثقافة المصرية استنكروا قرار الإزالة عبر حساباتهم المختلفة بظل مطالبات مستمرة بالحفاظ على هوية ومكانة الرموز الإسلامية والتاريخية بدل من طمسة. وحسب بيان تداولوا مواقع محلية وناشطين، الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة وإدارة المقابر التابعين لمحافظة القاهرة وجهوا اختار بنقل رفات الموتى بالمنطقة الخاضعة للإزالة على نفقة عيل من دون الرجوع لإدارة المقابر. أما بالنسبة لحفيدة الشيخ رفعت يلي اسمها هنا، عبرت عن صدمتها وقالت إنه هذا الشيء ما بيليق بمكانته، وخصوصاً إنه سابقاً تم إزالة عدة مقابر، وهي فكرت إنه السلطات استثنت مقبرة الشيخ من الإزالة باعتبارها تاريخية. حالات جدل كبيرة للأمانة صارت بين رواد السوشيال ميديا، وأيضاً وصلت للسلطات يلي ردت وقالت إنه مقبرة الشيخ محمد خارج نطاق الإزالة، والباحثين الأكاديميين المتخصصين بالآثار قالوا إنه قرار الإزالة إجا متزامن تماماً مع ذكرى مولد ووفاة الشيخ، وأضافوا أنه كان صوته الملائكي بيفتتح بث الإذاعة المصرية، واليوم عم تتجه حكومتنا للأسف ووصفوها بالرشيدة لهدم قبر قيثارة السماء. كان في تصريح من عائلة الشيخ، ودائماً الأمور أو المواضيع المثيرة للجدل تحتاج للسمع أو سمع وجهة النظر من كل الأطراف المعنية بالموضوع وبشكل واضح ليتم فهم هي الآراء ومن بعد اقتراح الحل الدقيق إن وجد. تاني أخبار جولة اليوم وتاني لوجين على إنستغرام. وعلى طوكيو حنتجه بتاني أخبار جولتنا اليومية، أو مثل ما منقول بالعادة كوكب اليابان الشهير يلي على ما يبدو عم بيصير فيه حوادث بتنفي إنه اليابان ممكن تتشبه بالمدينة الفاضلة. فوسط ذهول المرة وتحت عنوان سرقة في وضح النهار وبإحدى أشهر المناطق بالعاصمة طوكيو، انتشر المقطع الفيديو اللي عم بنشوفه وعم يمرق حالياً، وبيظهر اقتحام أربعة أشخاص مقنعين وهجوم على وحدات العرض، وهددوا العاملين فيها بالأسلحة البيضاء. وعلى الرغم من أنه صافرات الإنذار كانت مليانة بالشارع التجاري يلي بيحتوي على متاجر ومعارض للعديد من العلامات الدولية والتجارية الفاخرة، إلا أنه اللصوص أتموا العملية بنجاح، وعملية السرقة كانت ناجحة تماماً. وسائل إعلام محلية نقلت عن الشرطة أو شرطة طوكيو قولها أنه ألقت القبض على هالأربعة الأشخاص بعد تنفيذهم عملية سرقة لحوالي 100 ساعة باهظة الثمن ومن دون وقوع ضحايا أو إصابات. ولكن هذا الخبر ما مرق مرور الكرام بين رواد مواقع التواصل المختلفة يلي شبهوه بأفلام هوليوود أو حتى بالأفلام الهندية، فأشخاص قالوا إنه هالشيء عبارة عن لفت نظر مو أكتر، لأنه الست يلي واقفة أو لاحظوا وجودها بعض الأشخاص هي واقفة قدام الباب وواضح إنه ما لها خايفة من هدول الأشخاص، وتوقيت السرقة أو حتى الأقنعة وبعز النهار في شيء مو صح. وناس اعتقدوا انه العمليه تمت بالتنسيق مع المتجر كدعايه او ماركتينج بطريقه مختلفه، والمتجر بهي الحاله رح يكتسب شهره كبيره بسبب هي السرقه. يعني بالنهايه حاترك لكم القرار تقولوا انه هذا الشيء اللي شفناه اشبه بافلام هوليوود او الافلام الهنديه، وبمطارح كثير ممكن رواد السوشيال ميديا يكون معهم حق واصابوا بتوقعاتهم او تخمينهم للحوادث يلي عم بتصير وعم بتكون ترند على مواقع التواصل. ثالث اخباري واخر لوجين على واتساب.
بالوقت يلي حكينا كتير عن واتساب قديشه عم يشتغل على حاله وعلى خصائص وميزات جديدة لحتى يطور وحتى كمان يكونوا المستخدمين مرتاحين باستخدامه، على ما يبدو إيلون ماسك بدأ حملة الهجوم على هالأبليكيشن بالتحديد، فأثار ماسك موجة من الجدل الكبير من بعد آخر تصريح أدلى فيه وقال بأنه لا يمكن الوثوق بتطبيق التواصل الفوري واتساب يلي أساساً بيستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم. وكتب ماسك على حسابه الرسمي لا يمكن الوثوق في واتساب. وتبرير ماسك بيقول أنه واتساب بيستخدم مايكروفون بالخلفية الخاصة بأجهزتنا الموبايل، وتساءل أنه شو عم بيصير، وبسكرين شوت شفناها ونزلها أظهر استخدامات المايكروفون بالوقت والتحديد، وكان واضح أنه واتساب هو يلي عم يستخدمه. فما منعرف إذا لهلأ رأي ماسك صحيح أو لا، وهل لازم نكون حذرين من هالأبليكيشن أو الأمان تمام والخصوصية رواء؟ أكيد بانتظار جواب. مع هالخبر منكون وصلنا لنهاية جولتنا اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز أو القصص الترينت يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا، ببساطة تقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماء الرسمية وتتركوا لنا كل اللينكات والعناوين والأخبار والقصص يلي حابين نحكي فيها. وعنا أنا موعدي معكم بيتجدد مع بداية الأسبوع القادم إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل المختلفة. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.